بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام، وهذا البرنامج الحسيني حاء سين ياء نون، اليوم مع خادم من خدمة الإمام الحسين، وأنا أقول فيه على قمة الخدام الشعر لابس تاج آية على الشعر رب الجلال انحاز، الشرف لأهل الشرف تفصال من الله مثل ما على الجواهر يلمع الألماس، ألماسة الشعر الحسيني وقارورة الدموع التي أبكت الملايين في قصيدة يا قارورة الشاعر الحسيني ابن العمارة أحمد الذهبي. عظم الله لك الأجر أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا بك بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطاهرين وسلم تسليما. عظم الله أجرك أستاذ محسن، عظم الله أجور مشاهدين الأعزاء، وعظم الله أجور كادر قناة الأيام، وأنا جدا أشكرك على هذه الدعوة. لي الشرف الكبير أنه حاورني شاعر كبير وأستاذ وصديق العمر. صراحة أنا أتشرف أنه من بداياتنا إحنا أخوة وأصدقاء. والله أنا أتشرف صديقك ونجتمع على صديقي خادم على حب الحسين عليه السلام، نجتمع اليوم لنشارك صاحب العزاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا العزاء الكبير والأليم لفقد سيد الشهداء عليه السلام وآل بيته الأطهار الذين طالتهم يد الغدر والحقد والنفاق. لعن الله قاتلي الحسين وآل بيت الحسين. أحسنت أستاذ أحمد. الليلة التاسعة سلام الله على علي وما لها وما فيها، ومخصصة طبعا لعلي الأكبر وهذه الخصوصية. وارد أسأل، أنا هواي أبكي من أسماء قصائدك، الله يحفظك، ما سر هذا الحزن المتلبس يعني حتى بالقصائد الوجدانية؟ هواي تلبس مفرداتك العاطفة والحزن والحنية والفقد، شنو سر هذه المتلازمة مع قصائد أحمد الذهبي؟ شكرا لسؤالك أستاذ محسن. طبعا أنا أعزل الموضوع لعلاقتي الكبيرة بوالدتي الله يرحمها. الله يرحم. ولا ضير كل العراقيين وخصوصا الجنوب، أمهاتنا يعني هن أمهات الحزن. اي نعم. والدليل انه على الكاروك يقرن هذا الكلام اللي اكيد ما يخلو من ذكرى آل البيت عليهم السلام، ودائما نشوف اهلنا على الفطره اذا نذكر الامام الحسين عليه السلام يستعبروا نزلت الدموع، يعني رغم فطرتهم. احنا قبل لا ندخل الحلقه كان وياي اخوي عباس الذهبي ونسولف هذا الموضوع، يعني نقول كثير من الأمور اللي حدثت وحتى الحروب الكبيرة نست، لكن هذه القضية بقت خالدة أكثر من 1400 سنة. ليش؟ شنو السر اللي بيها؟ مع أنه إحنا ما عشنا الواقع، الحسين عليه السلام وواقعة الطف وصلتنا على شكل كلام، سواء كلام مسموع أو قرينا بعض الشيء، احنا ما ندرك ما حدث بشكل عام بالطف وواقعة الطف، لكن اللي وصلنا من هذه الواقعة خلانا هالقد نتعلق بهذا العملاق اللي ترك اثر كبير على مستوى العالم، مو فقط تقرأ للعرب. ابو علي تقرأ للقصيدة من تكلف بقصيدة، او انت تجيك موضوع قصيدة تقرأ له؟ والله مرات اقرأ. نعم بصراحة صحيح. مرات اقرأ ومرات استشير او اخذ معلومات من مشايخنا. انا هذا شايف من قصيده الى قصيده اشوفك ما تكرر. نعم انا دائما الشخصيه ادرسها من كل اتجاهاتها مع تحفظ عن
ذكر بعض المفردات اللي يعني مع الأسف كثير من الناس الآن هم مو اختصاصهم، نعم، لكن يتعكزون على مفرداتنا وعلى طريقة كتابتنا. صحيح. يا أخي احنا نريد نبكي على طريقتنا. احنا نريد نجسد هذه الواقع على طريقتنا. انت تريد تنتقدني، انتقدني على عين وراسي. ماكو واحد انتقد، ما خالي من لك. انتقد بطريقة حديثة. ايه طبعا. بطريقة اخوية. فيدني. حاول فيدني. انه تطورني، لكن بصراحة استاذ محسن احنا متأكدين هم عاجزين انه يناقشون. نعم. ليش عاجزين؟ نعم. لانه احنا ما كتبنا اعتباطا. أبدين. احنا ابداع الواضح، عندنا عمق تميز علي، تميز بالضبط. انت متميز، الله يخليك. ما انا ما اقصد هسه اي متميز، اي مبدع. نعم. عنده اساسيات يبدأ بالضبط فيه. انا ما جاي اتحدث عن نفسي، انا اتحدث عن كل اخواني خدمه الامام الحسين. نعم. بما نعم. فيهم استاذ محسن جوهر. فيا اخوان احنا شعراء جاي نخدم ونقدم لاخرتنا، ونقدم وجاي نكتب اللي نقدر عليه. نعم. عندك نقد على قصيدتي تعال ناقشني. إيه على الخاص. إيه نعم. واقتنع، واذا ما اقتنعت براحتك. إيه نعم. كل شاعر يكتب بيت من الشعر تفسيره موجود. اكيد. مستحيل اكو شاعر يكتب بدون وعي. اعتباط ما. لذلك نتمنى انه الهدايه للجميع. قصيده ابو علي. الجمهور هسه متلهف وشو كده. نعم. يقرا ابو علي، شو كده. نعم. يقرا. نعم. اكيد نعم. احنا بما انه ليله امامنا علي الاكبر عليه. نعم. السلام. السلام عليكم. احنا ذكرنا امهاتنا وحزنهن ومحنتهن وتعلقهن بالاولاد، وكثير فقدنا من شبابنا فداء لابا عبد الله الحسين عليه السلام. لذلك راح اقرا هذه القصيده. تقول: شايف من تريد تغيب لك كم يوم، وامك بالموادع تندعم فرح، تلم دموعها وتشمرها طاسة ماي. شايف بالموادع من تريد تغيب، وامك بالموادع تندعم فرح، تلم دموعها وتشمرها طاسة ماي، وتشويك بقفاك حرورة الدمع، وتعلق عيونها اثنيناتهن على الباب، خاطر من تجي بشعنها بالرجعة. تعلق عيونها اثنيناتهن على الباب، خاطر من تجي يبشرنها بالرجعة. هذا فراق فترة، شحال فرق الموت، جامة وتنصدع وتبين الصدع. قولي ساعد الله الفاقد العريس، ما راحت عرسي وراحت تشجع. قولي ساعد الله الفاقد العريس، ما راحت بعرسي وراحت تشجع. تصيح ابني كبير وحضن ما كفاها، يا حفار قبره بشعبك وسع، الكانت على المهد السهرة تعلمها وتلول طول الليل، طول الليل ظلت على القبر تقول لي: يا ماي هاي وهاي وغل، تراب القبر بدموع غسل، سويت من العين كحل. هاي الفاقدة تشوف العمر مثلوم، مثل اسبوع ما بي ليلة الجمعة، لا تقدر تعوفه وترجع ويا الناس، لا تقدر تشق القاع. هاي الفاقدة، هاي الفاقدة تشوف العمر مثلوم، الله يا بعد، مثل اسبوع ما بي الجمعة، لا تقدر تعوفه وترجع ويا الناس، لا تقدر تشق القاع وتطلع ذيك الليلة، ليلة يعينها العباس، من شافت ولدها وصالم تقطع، من تشوف الحسين مدنق على القاع ومقطع وليده وقاعد يجمع، صاح: احملوا اخاكم فوالله لا طاقة لي. علي بويا العزيز اشتقله مني،
يكسر راه سيدك من تجي ترفع، يشيل الكتر الايمن واليسار يطيع، يا كتر اللي يشيل الاخر يمين. هسه انا اقتنع واصبر لان محصوم قلب امك شقل وياها يا ابن المربيه الشمس وتشوفها بكل يوم. هسه انا اقتنع واصبر لان محصوم قلب امك شقل وياها يا ابن المربيه الشمس وتشوفها بكل يوم. شظا تقتنع وتعوضك بشمس. لا طبعا من تشوف المكان اللي تبوسك بيه بس من الاسهام اعتقد بيتسهم. وهنا حيرة امك والسهام هو يا سهم التعوب ويا هلا خاف الشيل هذا وتجي العين وياه وخاف الجر هذاك وقلبك تشيل. سلام. لا حول ولا قوة. أحسنت أبو علي. الله يخليك. أحسنت. أنا علي وضربتي كالسيل في الأرجاس من نردهت شاي العلي وتنفس بأنفاسي. سيفي حسيني الهوى ومعصمي عباسي. ومن نردهت شاي العلي. شاي عم الحسن شاي درع وضعسي. شكرا لهذه القصيدة أبو شكرا علي. لك أستاذ أبو علي. ودأتنا إلى عالم آخر وزيارة الأربعينية. نعم. وهذا زيارة الأربعينية طبعاً لأحمد الذهبي كتب لي الملا باسل. نعم. ما هو أتشرف. تأثير نعم تحياتنا إلى الصوت الحسيني الأول أبو علي ملا باسل الكربلائي. شنو تأثير كتابتك لملا باسل على مفرداتك على سلوكياتك على شخصيتك؟ نعم. على شهر محرم من يجيك شلون؟ كل الحب والتقدير لكل خدمة الحسين عليه السلام بدون استثناء. هذه الأصوات اللي ما زالت موجودة بالساحة أصوات كبيرة لكنه بصراحة وبشهادة رواديدنا الأعزاء. نعم. أنه اليوم كل وسط بمتصدر بشخصية يسموها قيادة. فاليوم ملا باسم متفقين عليه بأنه رجل قدم ما قدمه وأعطى ما أعطاه وترك إرث كبير لخدمة الإمام الحسين عليه السلام. فملا باسم انعكاسه حقيقية لوجه أحمد الذهبي المشرف. أحسنت بعد. قصيدة جديدة مال السنة. شو كتبت الملا باسم؟ السنة إن شاء الله للأربعين. إن شاء الله بقوة الله. إذا الله سهل ونزلت بالإصدار قصيدة الأربعينية إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى انه توفق ان شاء الله وتقبل والاهم انه تقبل. خليها نقراها بعد بالجزء اللي يخص ال 40. لا انا ما حافظها طبعا صراحه. الله شاهد ورقيب. زين. وما اقدر اقراها. كتبت كثير من القصائد لكثير. يا قاروره سولف لي يا قاروره. نعم. قاروره والله هي رزق. طبعا لحد الان ملا باسم يبدع بس لحد الان قصيده يا قاروره ما عبرتها قصيده. كل ما يقرا ملا باسم هو جميل ورائع. نعم. لانه الرجل ينتقي قصائده ويرتقي ينتقي الحانه ويتعب على خصوصا في شهر محرم وما بعد محرم. جاي نشوف احنا طوال السنه الرجل موجود في مجالسه. شلون جتك الفكره ابو علي؟ والله الفكرة أنا سولفتها هواي أستاذ محسن. الفكرة هي كانت من دزلي اللحن حسين ملكي. تحياتنا لأبو علي صديقنا. تحياتنا لخادم الحسين هذا. فكتبت المستهل والبيت الأول كان قارورة. نعم. فحسين اقترح علي أنه أخلي القارورة بالبداية. بالمستهل. بالمستهل. نعم. فكتبت المستهل. شو يقول المستهل؟ المستهل يقول يا قارورة دمى الغالي. شوف الغريب بالموضوع أستاذ أبو علي، أنا وأنت والأجيال اللي رافقتنا واصلتنا قصة القارورة. نعم. قصة التراب أم سلمة. أم سلمة التراب يصير دم. بما أنه القصيدة كانت لمولاتي العليلة عليها السلام. نعم. يعني أنا قلت هذه الطفلة العليلة
شلون راح تنتظر أخبار أهلها؟ نعم لطيف. يعني إحنا مو بزمن التكنولوجيا ولا بزمن سرحت بعالم خيالك. فقلت أكيد راح تنتبه لقارورة التراب اللي عند أم سلمة. نعم. بما أنه هي بالمدينة باقية تترقب أنه هذه القارورة تصير دم عبيط. توصل إلى بدأت الرسائل تجي على شكل قطرات دم. قبل الرسائل أبو علي أريد ناخذ فاصل حتى نرجع إلى الرسائل. على راحتك أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون، فاصل ولا تذهبوا بعيدا. عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون. نعم أبو علي الرسائل. نعم أستاذ محسن، فمثل ما قلت لك يعني تخيلتها على شكل رسائل. صار الدخول يقول يا قارورة الدم الغالي على أحبابي، على أحباب انشغل بالي طالي. أراقب وأنا حذرة الرسائل كلها خطرة يا قارورة الدم الغالي. فكتبناها على شكل رسائل ستة. أم ملا باسم الله يطيل بعمره يقرأ الاستوديو ستة وبالمجلس سبع أبيات. فبعد أن نزلت القصيدة اللي تفاجئنا به أنه أكثر شبابنا ما يعرفون قصة القارورة. نعم. بحيث وهاي أبلغ رسالة وصلتها بالقصيدة. الحمد لله رجال الدين الخطباء بدأوا يتناولون هذا الموضوع حتى يوصلوه لشبابنا. بعدها صار المجلس فراد يقراها الملة وطلب مني بيت سابع. تحياتنا لأستاذنا عبد الخالق المحنة سيدنا العزيز المكرر قدوم قادم. اتفقوا عليه هو وحسين الملكي على أنه قالوا وش راح تكتب؟ شنو الرسالة السابعة؟ أنت قلت آخر رسالة من النحر. نعم. انتهت رسائل خلصت. شنو الرسالة؟ إيش راح تكتب؟ لطيف. قلت لهم أنا إن شاء الله يا أبو فاضل الآن عليه السلام. الله صل على محمد وآل محمد. كتبت. وباب العوائل. كتبت بالموبايل والله. كتبت خلصت رسائلكم هلي. الله. وما خلصت بروح الحرب. وتخيلت رحلة سبي مخطورة مخطورة وبعيدة الدرب. زينب تصدع على الرمح تلقى الرمح شايل القلب. الله. وانا اسمع بروحي صدى صوت المتن من ينظر. لا مصيبة. سكينة اختي جرح بيها ورقية بلا تراجع وبجن وحدة على الاخرة الرسائل كلها. هذا البيت اللي صار بعد قصيدة قارورة. نعم. من ملاحظتي البسيطة أنه كررت لفظة السماء في مقطعين. مو فقط السماء، حتى الدم، كتاب الدم ودمه. فأستاذ محسن طبعا صورتين مختلفة. نعم هو أهم شيء هذا صورتين، يعني واحدة طاحت سماء يمكن أهم شيء هذا. نعم. أنا من أقول راح أستاذ محسن وإجا أستاذ محسن اختلاف بالموضوع. يعني احنا مو مثلبه انه نستخدم المفرده اكثر من مره حتى توصل بشكلها الصحيح. صورتين مختلفه. يعني انا حتى لو اشوف الدم والدمه ذكرتها مرتين ثلاثه بس مره دم مره دمه، يعني موظفها بالمكان الصحيح. بالضبط. جزاك الله. انا اريد اوصل فكره ما له علاقه. ابو علي استاذ احمد، بما انه قصيده يا قاروره تحمل رسائل، وهذا طبعا اذا سوينا تحليل خطاب نقدي للقصيدة راح نلقى أحمد الذهبي يعطي رسائل بالقصائد. نعم. ما تخلو قصيدتك من رسالة. أكيد. هذا أبوي الغالي يا رسالة. أكيد. أنا كتبت كثير أكثر تقريبا 100 قصيدة للملا باسم وحتى ما أبخس حق الآخرين.
كتبت لي ملا قحطان البديري تحياتنا لك، كتبت لي الملا محمد جنامي كتبت لي الملا علي الساعدي الله يوفقهم، كتبت لي ملا مصطفى السوداني الله يوفقهم، مسلم الوائلي، واذا نسيت واحد على الغيباوي، كل الاسماء تحياتنا، كل الاسماء كن لها الحب والاحترام والتقدير. الله يوفقك وتمدهم بالقصائد. يسلمك ان شاء الله. الأربعينية ابو علي، نعم، كتبت علي الدلفي واحمد الساعدي ومحمد الحلفي، تحيه لهم، تحياتنا لهم طبعا جميعا خدام الامام الحسين. الأربعينية ابو علي لها فد وقع خاص، خصوصا انه احمد الذهبي مطلوب، نعم، الناس تريده، يبكي، يطي فكره، يلهب حماس، وهذه الافكار اللي بالأربعينية. شلون ابو علي تدخل الى اجواء الأربعينية؟ نعم استاذ محسن، احنا اليوم على عاتقنا مسؤوليه كبيره بصراحه، لانه الامام الحسين عليه السلام اعداءه موجودين، نعم، ما انتهوا، نعم، واحنا على درايه بهذا، كل يوم عاشوراء، وعلى علم احنا بانه كل سنه قبل شهر محرم العدو يعد العده، يعد العده ضد الشيعة بشكل عام، نعم، يحاول انه يفرق بين فلان مرجع وفلان، نعم، مقلد، نعم، وفلان، نعم، ويحاول ان يزرع الفتنه، ويحاول ان يعني يقلب اوراق قديمه. احنا علينا واجب انه نتصدى، نعم، نتصدى، نعم، ونعد العده وانعم بهذا التصدي، ونبين لهم ثقافتنا ووعينا الحسيني اللي يعني ارتوينا من بحر الحسين، وعليه يجب أن نكون مسلحين من أجل مواجهة الفتن ومواجهة الناس اللي يطعنون بتشيعنا ومواجهة الناس اللي يكفرونه. أنا والجمهور، مو أنا والجمهور، إيه، نريد نشوف الرسالة. الرسالة تقول ترى الجمهور منتظرك أبو علي. أي بخدمتهم. خادم، خادم الحسين، والله يوفقك. هي رسالة من الجميع للإمام الحسين عليه السلام، صلوات ربه وسلامه عليه. أقول له زرعك. نعم، سنت أبو علي، احنا زرعك، احنا زرعك، ونسقينا بدمع وبآلام، وخضرنا السنة وجينا اكثر من العام. الله، زرعك ونسقينا بدمع وبآلام، وخضرنا السنة وجينا اكثر من العام. كل عاشور موسم، والمناجل ناس تحصد، واللسن تتناوش الخدام. الله الله، كل عاشور موسم، والمناجل ناس تحصد، واللسن تتناوش الخدام. حرب السيف خلصت، والشمر موجود، ما راكب فرس، راكب قناة إعلام. الله الله، حرب السيف خلصت، والشمر موجود، ما راكب فرس، راكب قناة إعلام. نفس القاتلك، نفس الباع ذمته وقاتلك مولاي، والصابك رمح، والرمى عليك سهام، على صدرك بعد ما يسحقون بخير، قاموا للسحق يستأجرون أقلام. الله الله أبو علي، نفس الباع ذمته وقاتلك مولاي، والصابك رمح، والرمى عليك سهام، على صدرك بعد ما يسحقون بخير، قاموا للسحق يستأجرون أقلام. بوقت الميديا لو دورينا نشوف، شو نشوف؟ الاسم المستعار هناك كان يلقاه. الله الله، بوقت الميديا لو دورينا نشوف الاسم المستعار، الاسم المستعار كان الثام والقيد، الشد برقوة السجاد، ضموا للزيارة وطق علينا حزام. الله الله، القيد الشد برقوة السجاد، ضموا للزيارة وطق علينا حزام، أكثر من المنخل بالظهر طعنان، واكثر من عيون شباكه البلاط. الله، اكثر من المنخل بالظهر طعنات، واكثر من عيون شباكه البلاط، بس العده مثلك ملك يمشي وياك. الله، ما يهاب، عيب يدير وجهك مثل هيك. الله
الله والله العدة مثلك ملك يمشي وياه فشل يدير وجه الملك كل ما ساومونه وعلم حق نصير يلقون المعادن ذهب ما تنسى الله خيط برايتك ما قدروا ينزلون نعم برفعت رايتك توقع هواي علام الله خيط برايتك ما قدروا ينزلون برفعت رايتك توقع هواي علام ربعك زلم كشخ وعلى الناس شيوخ بس يمك عبيد وعتر الله ننقص واحد ومليون مثل نزيد لا لا هذا البيت لازم تعيده ربعك زلم كشخه وعلى الناس شيوخ بس يمك عبيد وعتر ننقص واحد ومليون مثل نزيد يوميا تمدد مثل فطر الجار الله 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 ننقص واحد ومليون مثل نزيد يوميا تمدد مثل فطر الجام حاشا وان نشرك لو عبدنا حسين حاشا وان نشرك لو عبدنا حسين بس والد حنين واحنا ناس ايتام الله اللي يطعن بالتشيع بيش وازين كيف مسوي لا طابر لهان لا صدر للطام لا شاعر قصيده لا شاعر لا شاعر قصيده يطعن بالتشيع بيش زاودناه لا طابر لهامه لا وقف للطام لا شاعر قصيده لا شكر رادود لا زنجيل بارو لا يدق دمام هينه هينه ويا الكفر هم اليهود يهود بس هي اتكت لك حاربون اسلام الله طعنات العدو نحملها شيل بريش بس حكايتي منك وبيك اعدام الله حقهم سودنتهم مشيت الزوار اي والله سودنتهم اي كل يوم 40 مضاعف الارقام حقهم سودنتهم مشيت الزوار كل يوم 40 انضاعف الأرقام عندنا حسين كعبة المذنب من يطوف بس يوصل ضريح البيت يرجع خام عندنا حسين كعبة المذنب من يطوف بس يوصل ضريح البيت يرجع خام والله يرجع خام احنا يوم العاشر نفكر نريد نروح وين سودنا العشق عدنا حسين كعبة المذنب من يطوف بس يوصل ضريحه البيت يرجع خام سودنا العشق سودنا العشق مو بيتنا شرد هو العاشق ومجنون هم يلام لا يوم العاشر نفكر نريد نروح سودنا العشق سودنا العشق سودنا العشق مو بيتنا شردون هو العاشق ومجنون هم يلام يوم العاشر نفكر نريد نروح وين نروح وي زينب مشي من كربلاء للشام الله 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 كيفنا يا اخي اي طبعا اي والله بكيف بكلية الوعي ايه تدخل دراسه سنين ايه بعد ما ثانويه مجلسك تجتاز الله الله وكل عشرة محرم تبدي ماجستير طبعا شهادة باللطم والرد والإرجاز الله ويوم الأربعين تصير دكتوراه وتروح تمشينا رياس تتلر يا زحف في قلوبنا وشي تزحف برمشي انشي بجفوفها وشي تزحف بعكاز كل من على طريقه أحسنت أبو علي أحسنت أحسن الله إليك أحبتي متابعي قناة الأيام فاصل قصير ونعود إليكم إلى الدموع الحسينية لا تذهبوا بعيدا
عظم الله لكم الأجر أحبتي بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وهذه الليلة، وأكيد متشوقين لسماع المزيد من القصائد. أبو علي حبيبنا خادم الإمام الحسين أحمد الذهبي أستاذ، أشوفك بالقصيدة المقاتلة فارس، يسلمك وجمعتني وياك بهواي مهرجانات. أقول كل شيء لا يقرون وراء أحمد الذهب، لا بالعكس، إيه لأنه قصد قصيدة الشهيد علي الكعبي، قصائد الحشد، قصائدك اللي تدافع بيها، شون هاي القصيدة اللي دافعت بيها عن المذهب، دافعت بيها عن الحشد، دافعت بيها عن المقاتلين الأشاوس الذين لبوا الفتوى المباركة. أبو علي هذه هم بيها طقوس قصيدة المقاتلة أكيد، لأنها حسينية في النهاية أكيد، لكن نعتمد بهذا القصيدة على التعبوية أكثر من ما نكتب بها الصورة الشعرية والإحساس العالي، لأنه دائما تكون القصيدة هي استلهام لهمم المقاتلين وتحفيزهم وأيضا متهم بالعزيمة، يعني تستنهض المجتمع، نعم العزيمة والشجاعة، شد العزيمة وإبراز الشجاعة. وبما أنه إحنا هو موضوعنا نفسه أستاذ محسن، قريت عالساتر أبو علي؟ عالساتر قريت قصيدتين صورتهم، يعني صورت على مع أخواننا المجاهدين، المجاهدين قصيدتين كليبين، يعني أنا على نفقتي الخاصة، الله يوفقك، تسجيل وتصوير، ويزيد شرفك معنا، موجودات، الله يسلمك ويخليك، لأنه قلت لك هذا واجبنا أستاذ أبو علي، وكل اللي لبوا الفتوى لبوها دفاعا عن الحسين. نعم شفت الحسين هاي المعركة الأخيرة، وقالوا لا كما قال الحسين، هاي هات من الذلة. نعم أنت أبو علي شفت الحسين بهاي المعركة؟ طبعا أكيد، طبعا أكيد، وأنا كانت القصيدة هي ربط بين نعم، لأنه بصراحة أنا قلت لك هو كل ما قاموا به أخواننا بالدفاع عن العراق هو امتداد لما قام به أنصار الإمام الحسين عليه السلام في الدفاع والذود عن المقدسات وعن كلمة لا إله إلا الله. لذلك كتبت القصيدة ايضا بايام الفتوى وبشهر محرم، لطيف، اللي تقول هي ايضا للامام الحسين عليه السلام، تقول له طلعت انت ومشوا وياك 70، لطيف، ابطرك 70 غادرت المدينه، جدم يسبق جدم، خطواتكم دين، لطيف، وترجمت الضعن سالوف وزين، حلو، بحيث نباوع لكم كلكم حسين، الله، غير حسين بيكم مالكي، مالكي، طلعت انت ومشوا وياك 70 بطرق 70، غادرت المدينة، جدم يسبق جدم، خطواتكم دين، وترجمت الضعن سالوف وزين، بحيث نباوع لكم كلكم حسين، غير حسين بيكم مالكينا، كان الطف بحر روجاته ميتين، ولا واحد نزل من السفن، الله، دمكم مشتعل بس هم طافين، الله، طفوا وانطفوا العباس عين، الله، اجوا 70,000 شفتوهم 2000، الله، البقوا منهم عدد من الجاهلين، طيف، بقوا 2000 ينشافون 200، الصفر هيك بظهركم شامل، الله، ضربتوهم بسيف وظلوا 2، الله، الضرب بالسيف ناقص حاسبي، لا حول ولا قوة الا بالله، اجوا 70,000 شفتوهم 2000، البقوا منهم عدد من الجاهلين، الجاهلين بقوا 2000 ينشافون 200، الصفر هيك بظهركم شامرين، ضربتوهم بسيف وظلوا 2، لطيف، الضرب بالسيف ناقص حاسبين، بخت لو عدنا منكم بعد سيف، كان بهالوطن 1-0، الله، كان ما قالوا الزينب ترحلين ولا داعش دخل وتهجر، الله الله، لو بينا بخت لو عدنا منكم بعد 70، كان بهالوطن 1-0، كان ما قالوا الزينب ترحلين ولا داعش دخل
وتهجرين نزحنا وبالخيم تنعن مساوي ولك بويا الوطن عباس الله بخت لو عدنا منكم بعد 70 كان بهالوطن واحد صفين كان ما قالوا زينب ترحلين ولا داعش دخل وتهجرين ولا للمقبره زفوا عراريس عرسهم فاتح وشادر بنيه الله نزحنا بالخيم تنعن ولك بويا الوطن عباس وين ولو ما حشد ربك والقرابين شارع عيالهم شاهد عليه الله لو ما حشد ربك والقرابين شارع عيالهم شاخت علينا شاباقة وحكي حلوق الدواوين وعقلنا تطيح وتموت السنين وطن تشربنا غير نغزر وياك الله شربنا جروحك وغزرت بينا وطن تشربنا غير نغزر وياك شربنا جروحك وغزرت بينا أمس سبايكر 1700 قمر بالماي لعيونك الله أبونا وشايلينك بس اللي يشوف أبوكم قال إنكم شايلين أبونا وشايلينك بس اللي يشوف أبوكم قال إنكم شايلين ثقيل أنت وتعب ما شمرناك اسمنا يطيح واسمك راب الله ترى ولو ما علي السيستان موجود لا العراق باقي ولا بقينا الله مثل وقفة أصحابك يوم الطفوف وقفنا احنا وعراقك صلى بينا الله سلامت. الله 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 بفتوى المرجعية ماكو أي تخصيص نعم فزعت ابن أخوتي من شفت خواني اي العراق تهدد واجب نقوم وياه هتشيبوا شباب القاصي والداني الموصل تنذبح من داعش الملعون واللي يحكم الموصل يجل سامع قذر شيشاني وبتكريت فزعه الخنساء بولدها وفوقها استشهدت نسواني وما هي استشهدت ضربت مثل للناس عراقي صيح دمها بفخر عنواني الصبة طوعت لعيونها السنجار وتلع فرحه وتعرب وتركماني النخل هوس ودبشه من الجبل للهور وهالهولة نصر بشفاف نهراني من شافت الوحدة والعراقي يصير سنة وشيعة شفوا سطر عدواني صليب التركماني قلادة الأكراد الأزيديين دم الشبك شرياني مسيحانا وصيحاني الصدر لبيك السمع والطاعة لك يا علي السستان تلبية لفتوى رجعنا المفدى أنا قلت ما كانت الفتوى لطائفة من الناس نعم كانت للوطن للعرب للأديان فتوى الجمع الدم العراقيين كان خيم واحد رح التمت العرب شكرا للوقف وهي الحشد للموت نعم من سني ومسيحي وصابئي كل داعي شكرا للعراق من الالف للياء شكرا للعراق من الالف للقاف للاخوه الشبك للكرد للعربان شكرا الى القاده البالعمر شياب بس وقت المكاون غلبوا الشبان شكرا للمراجع كل بلا استثناء شكرا لابو محمد من قلب أحسنت أبو علي أحسن الله إليك أستاذ محسن الإمام الحسين شو اعطاك أبو علي والله انطاني القوة أحسنت انطاني حب الوطن انطاني العزم بالدفاع عن ديني عن مذهبي عن كل ما يتعلق بوطني الحسين انطاني جاه وجه انطاني محبة الناس انطاني دروس كبيرة يعني اكبر من افهمها اني افتهمت منها القليل والحمد لله تحس القصيدة الحسينية منع لك من الذنوب ابو علي انا مو احس انا على يقين لامسها انا على يقين على يقين بانه الحسين أعطى لله كل شيء وأعطاه الله كل شيء أنا أحد الأخوة سألني قال لي أنت منو تحب يزورك بالقبر قلت له السيدة رقية عليه السلام قال ليش اختاريتها هذا أبويا الغالي طبعا قال ليش اختاريتها بالذات قلت له الحسين
عزيز عند رب العالمين، ورقية عزيز عند عزيز رب العالمين. عزيز رب العالمين. فشوف يعني جمهور متشوق أبو علي إلى أنه يسمع إيه واحدة من قصائدك الرائعة. نعم قول راح أقرأ اللي حافظة من قصيدة. يقول قال لي مجروح علمني أرد أطيب. قال لي مجروح، قال لي مجروح علمني أرد أطيب، شوية صبرني لمن يشفى الجرح. وذكريته بأصغر جروح الطفوف وجرحه فك صدره وتعنى على الملح. الله. قال سولف لي بعد عن الحسين صدق ضل عار الجسد نسلبه. قلت له ما ضل عار، والقال لك كذا هو يعرف كان بالطف ينسلب. قال سولف لي بعد عن الحسين صدق ضل عار الجسد نسلبه. قلت له ما ضل عار، والقال لك كذا هو يعرف كان بالطف ينسلب. لبس جو الثوب ثوبه من الدم. قال ضامي؟ قلت له لا ضامي الفرات، حسين هو الماي محتاج الضم. قال طايح؟ قلت له مو دمعه يطيح، السيف خايف كان وبنحره احتمل. صدق طايح حسين بس ضل الحسين. حسين لو طايح صدق طايح السمن، وليش ما تطيح الشمس؟ ما تدري ليش؟ هي راس حسين شايلها الروح، وانت جرب وفد روحك للحسين تشوف حتى الموت بعيونك صبح. الله الإمام الحسين يقول وحيد بلا أخو أنصار وصرت مرتع الكوم رماح. الله الله ضربة على ضربة السيف وسهم فوق السهم من طاح. دور ما لقى لم كان بس من القفا الذباح. ذبحني من القفا وذبني وقطع خنصره وعذبني ورجع فوقها سلبني. الله ما ظلت علي هدوم بقى بس ربك الستار. احسن الله اليك ابو علي استاذ احمد الذهبي خادم الحسين. شكرا استاذ، يزيدك رفعه وكمال في القصيده. جميع ان شاء الله جميع هذه القصائد توقف لك درع ان شاء الله وتعبرك الى امين يا رب بر الامان. آمين. شكرا آمين. لتلبيه الدعوه. شكرا لك، شكرا لهذا الكادر الجميل اللي على قدم وساق من اجل انجاح هذا البرنامج خدمه للامام الحسين عليه السلام. شكرا لقناتكم الطيبه، شكرا لكل من تحملنا من اخواننا المشاهدين الاعزاء، وان شاء الله كل عام واحنا خدمه الامام الحسين الله عليه السلام. وشكرا لجنابك الكريم استاذ محسن شاعرنا العزيز الغالي المثقف الواعي. شكرا الله خدمة. شكرا الله لك. اللهم اجعلنا من خدمة الحسين. آمين. عظم الله لك الأجر، عظم الله لكم الأجر أحبتي متابعي قناة الأيام وبرنامج حاء سين ياء نون. إلى لقاء آخر، عظم الله لكم الأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.